السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جايبه لكم بقى اسعار الخضار والفاكهه قبل العيد عند حلاوه وامين. حلاوه وامين في محافظه بورسعيد، شارع البازار جنب سعد الفار على طول، معروف جدا جدا. ارخص اسعار الخضار والفاكهه يا جماعه عند حلاوه وامين. بقول لكم ان احنا في شارع البازار واجينا جنب سعد الفار. حلاوه وامين جايبه لكم اسعار كل حاجه. خلاص الطماطم اتجننت، تعالوا شوفوا أسعار الخضار والفاكهة قبل العيد، ومفاجأة كمان في أسعار البصل والبطاطس. أنا اسمي كريمة علي حسن، ودي قناتي. لو أنت أول مرة تشوف القناة، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا لكل أصحابكم. عنده توصيل لبورسعيد كلها، وكمان أرقامه كلها أنا سايبها لكم في آخر الفيديو. السلام عليكم، كل سنة طيبين. هنشوف بقى الأسعار قبل العيد. أسعار الخضار، الطماطم بقى بكام؟ 3 ب 10. 3 ب 10؟ 3 ب 10. 3 ب 10. شايفين ازاي؟ البطاطس ده احسن اسعار في البازار. احسن اسعار في البازار؟ انت شايفه كده؟ والله يعني صوتك طالع كده عادي؟ احسن امين احسن واحد. امين واحسن واحد؟ اه انتوا سامعين يا جماعه؟ مش انا اللي بقول. في ناس هي بتشتري بتقول ايه؟ قولي حضرتك قولي. انا بقول لحضرتك احسن واحد بيبيع بطاطس وخضار احسن واحد بيبيع بطاطس وخضار في البازار هنا في بورسعيد. ماشي تمام. بألف هنا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. كمان في الفلفل اهو ب 10، الفلفل الاخضر يا جماعه اهو ب 10 جنيه. بصوا الطماطم ما شاء الله عامله ازاي؟ الله ما شاء الله. 3 ب 10 جنيه، بسم الله ما شاء الله عامله ازاي؟ بس قول لي بقى، لفت نظري بقى الشنط دي، ايه الشنط دي؟ الشنط دي مستوية. شنط مستوية، اه. الشنطة فيها كام كيلو؟ الشنطة فيها أزيد من 3 كيلو. أكتر من 3 كيلو ب 10 جنيه؟ بصوا الليمون، الليمون ده 20 جنيه، الليمون، الفاصوليا الخضراء، الملوخية ب 10 جنيه. الملوخية اهي ب 10 جنيه. البطيخ هنعرف بقى البطيخ بكام دلوقتي. التفاح، هي الفاكهة تبعك برضو؟ الفاكهة بتاعتك برضو؟ ماشي. السلام عليكم. هو كام التفاح؟ 25. ده 25 التفاح. المانجا ما شاء الله لسه بشاير، بكام المانجا؟ المانجا في ب30 وفي ب40. في ب30 وفي ب40. اه شايفين عاملة ازاي ما شاء الله؟ ماشي. وبعدين مانجا انواع يا جماعه ما شاء الله. المشمش، عايزه اجيب المشمش. عايزه اجيب المشمش، بسم الله ما شاء الله عسل. المشمش كبير وجميل ما شاء الله. المانجا في انواع بالظبط كده، عشان هم هناك في مانجا انواع. هم شايفين الطويله دي وشايفين دي، هنعرف دي ايه ودي ايه. ده اكتر من نوع كمان. ماشي. كيلو ده حاجه ان شاء الله. هي دي اسمها ايه والتانية اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ مانجا؟ هي دي اسمها سنارة. مانجا سنارة بكام بقى؟ المانجا السنارة دي ب35. ب35 ماشي. والتانية بقى اللي انت قلتها في الأول؟ سكري. سكري دي اللي هي أم كام؟ دي اللي هي ب40 و30. والصغيرة دي اللي هي ب30. ماشي تمام. العالم ما شاء الله شايفينه عامل ازاي؟ ب25. الاحمر والاخضر ده ب25؟ ب25 وفي 30. ب25 وب30. شايفين عنب؟ طب عندي ثانيه معلش. العنب يا جماعه ما شاء الله يعني تحفه. العنب ده حاجه من الحاجات الجميله اللي الواحد بيحبها جدا. البرقوق، البرقوق برضو انا اعرفه. مش ب50. امال البرقوق بكام؟ البرقوق بكام؟ البرقوق بردان يا جماعة. ماشي. الخيار ما شاء الله. عايزاك تبصوا على الرصة اللي هو بيرصها، الرصة حلوة قوي. البطاطس ما شاء الله كبيرة ب 12 جنيه. بطاطس كبيرة ب 12 جنيه. الخضار الجاهز بقى، الخضار الجاهز أي طبق بكام؟ ب 10. الخضار الجاهز أي طبق ب 10، اللي هو البرنجان، الفلفل، الكوسة، البرنجان الأبيض، الفلفل برضه ب 10. اي حاجه جاهزه من دول، اي طبق من دول جاهز ب 10 جنيه. بيتهيألي وزنه نص كيلو، بيتهيألي كده. ماشي. حتى البطاطس كمان، الفاصوليا. امال ايه الاصفر ده؟ لا انا عارفه. انا عارفه.
10 10 شوربه الخضار كمان برده متقطعه الطبق برده ب 10 جنيه كل ده عند حلاوه الداميه الطبق برده ب 10 جنيه تمام كل ده ب 10 جنيه ماشي هنيجي على الكوسه بقى الكوسه ورقتها الكوسه بقى عندنا كام الكوسه كوسه ب 15 15 كيلو ما شاء الله ده اسعار الخضار قبل العيد يا جماعه الحق يلا عشان الهيال هتغلى اكتر من كده كمان عندنا الكوسه وصل والطماطم ما شاء الله هندخل بقى على دلوقتي سعره ايه ادخل كده ادخل كده الفلفل الفلفل الليمون اللي ب 34 الليمون اللي ب 34 الليمون ب 34 عشان الدرشه كان عامل ازاي الليمون ب 34 ولسه هيغلى كل الاسعار دي هتغلى يا جماعه قبل العيد الحق الفلفل برضو ب 12 الباذنجان عندي الرومي وعندي بتاع المحشي البصل ب 16 جنيه في الاحمر وفي الابيض اللي انت عايزينه بقى كمان عنده ورق العنب شايفين ورق العنب في برطمانات ورق العنب في برطمانات هناش حلاوة محلات حلاوة في محطة بورسعيد شارع البازار جنب سعد الفار تمام ما شاء الله شايفين عامل زبون ازاي عايزين نسأل بقى عندك دليفر ولا لا نطلع بره ونشوف الفلفل الالوان بكام؟ الالوان ب 30 انت الوان بتلبسه غلا ورق العنب ورق العنب وايه اللي فوق منه ده ايه اللي فوق سمنه سمنه جاموسي وبقى والله بكام 120 انا تقول انا تاخد من عنده كل حاجه حتى الجزر كمان عنده اهو مش تعالى الجزر برضو عنده ما شاء الله كل ده عنده حلاوه حتى الخضار برضو موجود عنده ثلاثة ونص ماشي الخضار برضو بتاع المحشي كله موجود عندهم هتدخل هنا هتدخل كل حاجة البروكلي الكرنب الصغير بتاع كولسترول كل ده موجود عند حلاوة ما شاء الله شايفين الزحمة ما شاء الله عنده عاملة ازاي لان زي ما انتوا سمعتوا فعلا بيقول لك احسن الاسعار موجودة عنده ودايما الحاجة بتجيله طازة شايفين الاقفاص دي كلها جاية لسه طازة كل ده طازة عشان كده بينزلوا طازة اول باول عنده حلاوة وكمان اللي عرفته ان هو عنده كرنب مسلوق عنده كرنب مسلوق برضو جوه في الثلاجة يعني لو انت عايزة كرنب مسلوق للمحشي برضو هو هيجيبهولك تمام وزي ما شفنا الاطباق اللي هو اي طبق ب 10 جنيه من حاجة المحشي برضو ماشي يا الزلمة كام ب 25 عدل لو سمحت تعديها صغيرة شكرا شكرا بس كده بس عندك دليفري بقى؟ فين؟ يعني يروح فين؟ يروح الساعات كلها؟ الارقام انت ما عندكش كارت؟ هات الكارت اسيب لك الارقام على الشريط؟ اسيب لك الارقام؟ انا قلت ان انت عندك كرنب مسلوق صح؟ انا قلت صح؟ بكام الطبق كرنب ده؟ كيلو ونص ب 40 الكيلو ونص ب 40 ماشي تمام عايز تقول حاجة تانية؟ قول عنوانك شارع البازار بازار وزينة جنب جوار جنب سعد الفار ماشي تمام ماشي شوفوا انت طيب طيب الله يخليك
ده كان المكان بتاعنا النهارده. اوعى تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا لكل اصحابكم.